يعني نتحدث عن الأضاحي في تركيا وأن هناك جهات حكومية أيضا يعني أو هناك جمعيات يعني مدعومة حكوميا تقوم بتوزيع الأضاحي وتقوم أحيانا بذبح الأضاحي عن الكثيرين. في ظل الظروف التي تعيشها إدلب اليوم، ما مدى إمكانية يعني ذبح الأضاحي في إدلب؟ لا، موضوع ذبح الأضاحي يعني لا زال مستمرا. يعني هناك طبعا عوائل كثيرة، أو يعني كثير من الناس، يعني لا زال طبعا هذه ليست عادة، إنما يعني معروفة هذا الموضوع، يقومون بذبح الأضاحي في فترة العيد. البعض طبعا في وقفة العيد يقوم بذبح الأضحية من أجل توزيع على الفقراء، كون يعني البعض ليس لديه القدرة على شراء مثلا ربع كيلو لحمي يعني أجل طبيخها في صباح العيد. فهو طبعا هناك منظمات، أيضا منظمات إنسانية تقوم لديها برامج ودعم يعني في هذا الموضوع. البعض يقدم حوالي 200 أضحية، البعض 300، والبعض ربما أكبر. طبعا في أغلب مناطق أدلب هذه العادة موجودة، كان لدى السكان، وإن كان كما ذكرت أنه موضوع المنظمات التي تقدم دعم في مجال تأمين الأضاحي بحيث أن يستفيد كل يعني المحتاجين. ربما هذا الموضوع يكون في المخيمات أو حتى في البلدات، يعني في أغلب مناطق أدلب موضوع الأضاحي هو موضوع مستمر، يعني لم يتوقف، رغم يعني أنه ارتفاع سعر الأضاحي اليوم ليس في يعني ربما تكون ب 300 ألف مجرد الخروف. طبعا 300 ألف رسوي أو 350 ألف يعني بالنسبة للخروف. طبعا كما ذكرت انه نظرا لارتفاع اسعار الدولار، ارتفاع اسعار اللحمية او الاغنام، يعني طبعا ليس لديه الكل لديه القدره، ولكن من لديه القدره يعني فعليا انه يقوم بشكل دائم بذبح الاضاحي في فتره العيد. يعني هل يصل لكل شخص في ادلب شيء من هذه الاضاحي التي تذبح في يوم العيد؟ لا، ليس لكل شخص هذا الامر، يعني لا اعتقد ذلك. يعني تعرف مثل ما ذكر حضرة الشيخ، يعني انه فضيلة الشيخ، انه كيف انه الاقربون ثم الفقراء ثم المحتاجون وما شابه ذلك. يعني اذا كان قريه عدد سكانها 8000، فلي يعني اذا كان بعض من قام بذبح الاضاحي لا يستطيع طبعا ان يقدم ل 8000 شخص، او على الاقل ل 700 عائله او 800 عائله، لكن بشكل عام يعني ممكن ان تؤمن حاجيات العوائل الفقيره. يعني وحتى في طبعا تعرف انه في الفتره الاخيره كان في موجه نزوح ضخم. نعم. المنظمات لا تزال تقدم هذه المشاريع على ما اعلم، مشاريع يعني الاضاحي. عيد الاضحى الماضي كان عديد من المنظمات لديها برامج دعم بالنسبه للاضحيه، كذلك الامر هذا اليوم هذه الايام مستمر. واعتقد لكن ان يؤمن لكل الناس هذا الامر طبعا في يعني صعوبه بالغه. نعم، ابقى معي استاذ عبد الكريم، ساعود اليك بعد قليل. اعود لضيفي في الاستوديو السيد اسماعيل دمير او الشيخ اسماعيل دمير. في تركيا الكثير من العادات، وهذا ملحوظ جدا، ارتباط الشعب التركي بعاداته، ومن بينها هي العادات التي تتبع في العيد. هل هذه العادات اليوم التي نراها هي نفسها العادات التي انتقلت من العهد العثماني، أم أنها اندثرت في كثير من الأوقات؟ هل هناك عادات كانت متبعة سابقا والآن غير موجودة، أم العكس؟ لا، الآن موجود. هذا العادات موجود في لكل مكان، لكل مكان موجود في منطقة أناضولو، في إسطنبول. حتى مثلا من الذي الشخص ولد في إسطنبول، يعني في داخل إسطنبول مثلا المدينة، نحن نعرف مودرنيزاسيون، لا يحب مودرنيزاسيون، فعلا يعرف عن أبيه وأمه هذه العادات. لا نترك هذه العادات، هذا العادات حياتنا. هل هناك عادات كانت متبعة سابقا واليوم غير متبعة؟ يعني هل هناك عادات أيام العهد العثماني؟ كما ذكرت قبل قليل، عادات المياه ربما الآن ليست تستخدم بشكل كثير. نعم. لكن هل هناك عادات كانت متبعة في العهد العثماني واليوم اندثرت أو لم تعد يعني تتبع؟ مرابط إلى يعني مواصل عن عادات العثمانية، يعني هذه العادات، هذه العادات عثمانية أيضا.
باعتبار ان هذا هذا العيد يعني كما ذكرت قبل قليل استاذ الكريم ان ما في موسم حج، يعني الحج هذه السنه بسبب الظروف الصحيه غير موجود. كيف يرى الناس اليوم في تركيا هذا العيد بدون حج؟ يعني لكن لم أفكر حتى الآن، أنت سألت لي ولكن لم أفكر حتى الآن لأنني هذا سبب كورونا ومن أجل ذلك لم أفكر. يعني كيف ترى الناس، كيف ترى هذا الموضوع؟ ربما هنا هذا الحال، أو كيف ترى حضرتك يعني هذا الحال موجود بمشكلة كورونا، ومن أجل ذلك مثلا أنا بنفسي لا أريد أن أفعل إليها، لأنني وصل أول مرة مرتين ذهبت إليها، ومن أجل ذلك لا أريد أن أذهب مرة أخرى لأن أكمل وظيفة الحج، لأن هذا بسبب كورونا. تمام. ذكرت قبل قليل عن الفرق بين المدينة والريف، ما هي الفروق أو الفرق بين المدينة كإسطنبول والريف والأرياف القرى البعيدة عن إسطنبول؟ ما هو الفرق بين العادات بين الريف والمدن؟ يعني ليس فرق بعيد، مختلف قليلا فرق، ولكن لما نظرنا بدقة أنت تستطيع أن ترى هذه العادات نفس الشيء، ليس فرق شمال غرب جنوب والشرق نفس العادات، لأن الأتراك دائما يفكر أجداده، الأتراك يفكر أجدادهم كيف فعلوا، ومن أجل ذلك دائما يرتب نفسه، يؤسس نفسه. فهمت قصدي؟ نعم عفوا. يعني دعني أنتقل إلى السكايب السيد عبد الكريم. سيد عبد الكريم، يعني الحرب اليوم أثرت بشكل أو بآخر على الوضع الاجتماعي والمادي والاقتصادي وكل الأوضاع بشكل عام في إدلب، لكن يعني بالنهاية يبقى العيد هو للأطفال أو للشباب الصغار أو لمن يفرح، لا يفهم الحرب أو لا يفهم يعني أي عارض أو أي عوائق من عوائق العيد. كيف الأطفال بشكل عام الذين يفرحون بالعيد، هل ما زالت البهجة التي نعرفها منذ سنوات قبل الحرب أم أنها اختفت اليوم؟ يعني هل تراها في العيد موجودة أم يعني إن هو يوم كسائر الأيام؟ طبعا يحاول كل رب أسرة يعني أن يقدم كل مظاهر الفرح لأطفاله ولأسرته في أيام العيد. طبعا بهجة العيد تغيرت لدستوريين بعد الثورة بسبب ظروف الحرب، القصف، التهجير، التشريد، الموت، الدماء، يعني ظروف يعني بهجة العيد الحقيقية لم تعد موجودة. طبعا العادات تزال، لكن باعتقادي أنها خفت كثيرا، يعني موضوع زيارة الأقارب، الأصدقاء، البعض يعني فقط إنه بدأ يبحث فقط عن موضوع تأمين السعادة والفرح لأسرته أيام العيد. وبالنسبة للأطفال طبعا تجد يعني إن كان هناك ما يقدمه الكثيرون، طبعا موضوع الألعاب والمراجيح وما شابه، بحيث يعني يعطي نوعا من السعادة للطفل الذي ولد مع سنوات ربما سنوات الحرب، سنوات القصف، التهجير، الحرمان، يعني يقدم شيء ما للأطفال في هذه في فترة العيد. طبعا هذا ما يبحث عنه رب الأسرة، أن يقدم يعني كل أنواع السعادة، الفرح، السرور، البهجة لأسرتهم ولأطفالهم كي يتناسوا نوعا ما يعني هذه الظروف، هذه المرارة التي يعيشونها. بغض النظر أن اليوم ما في قصف في إدلب، لكن بشكل عام يعني الوضع ليس مستقر، يعني وهناك مخاوف دائمة، وخاصة أنه حتى اللحظة لا يوجد حل حقيقي، لا يوجد حل جذري للقضية السورية، تبقى المخاوف موجودة. ففترة العيد يعني دائما تحاول الأسرة أو رب الأسرة الأهل تأمين يعني كل مقومات السعادة بالنسبة للأطفال، بالنسبة للأسرة، من أجل أن يتناسوا نوعا ما ظروف القهر، ما من التعليم، من المدارس، من الزيارات لأماكن يعني نوعا ما ربما مسابح. اليوم جاء هذه العادة بدأت يعني منذ سنتين أو ثلاث تقريبا، أن رب الأسرة يأخذ أطفاله إلى
أي مسبح، هناك مسارح منتشرة في محافظة إدلب. أيضا أنه موضوع إلى أماكن ألعاب وما شابه ذلك، لكن يعني كعادات بالنسبة للكبار باعتقادي أنها تغيرت كثيرا عن ما قبل الثورة. لم تعد هذه العلاقات الاجتماعية قوية ومترابطة، رغم أننا في ظروف حرب، يعني هي يجب أن تكون العلاقات أقوى وأشد وأمثل، ولكن للأسف يعني تغير كل شيء بعد الثورة. نسأل الله أن يكون هذا العيد يعني عيد أمان واطمئنان وسعادة على أهلنا في إدلب وعلى جميع بلاد المسلمين. السيد عبد الكريم العمر ناشط من إدلب، شكرا جزيلا لك لانضمامك معنا في الاستوديو. أستاذ إسماعيل، يعني اليوم قلنا أن هناك لعادات، يعني العيد هذا اليوم مختلف عن الأعياد الأخرى، وربما هذا العيد اقترن بمناسبة عظيمة جدا وهي إعادة متحف آيا صوفيا إلى مسجد. نعم. كيف ترى هذا العيد مع افتتاح آيا صوفيا؟ ربما يعني الجميع الفراح. يريد أن يذهب أن يصلي العيد الفراح. في آيا صوفيا. الحمد لله. الفراح. واحد كلمة الفراح. الحمد لله رب العالمين. يفتح آيا صوفيا. هذا الحال فراح عظيم. نعمة كبير جدا. الحمد لله. آيا صوفيا قد فعل وظيفة 5 قرون مسجدا. نعم. والآن بعد ذلك متحف. والآن وصل إلى وظيفته الأول. الحمد لله. نعم. وأنا أرى الفرحة في عينيك يعني أستاذ إسماعيل. يعني فعلا يعني هذا العيد أو هذه السنة يعني أضافت افتتاح آيا صوفيا فرحة كبيرة جدا. فرحة كبيرة ربما جداً. الكثير يعني اليوم يريد أن يذهب إلى آيا صوفيا أن يصلي العيد هناك. كيف رأى الأتراك يعني قضية افتتاح آيا صوفيا؟ مسرورا جدا. مسرورا جدا. لما مثلا أنا إمام خطيب. نعم. موجود مصلين في مثلا متى فتح آيا صوفيا؟ قبل الجمعة. نعم. يعني مصلين قليلا انكسر ذهبوا إلى آيا صوفيا. قد ذهبوا إلى آيا صوفيا. الحمد لله. ولكن وأنا أريد ولكن أردت أن أذهب إلى آيا صوفيا، لكن وظيفة الإمامة. ومن أجل ذلك لا أستطيع أن أذهب إليها. إن شاء الله نذهب سويا. نعم إن شاء الله سأذهب. إن شاء الله سنذهب. إن شاء الله. الحمد لله. إن شاء الله. لفت انتباهي في قضية آيا صوفيا يعني وأنا أحاول أن أدمجها بموضوع العيد، أن هناك عادات قديمة تتعلق بالأذان نوعا ما. نعم. بين نعم. نعم. مسجد السلطان أحمد القريب من آيا صوفيا وبين مسجد آيا صوفيا، اليوم نقول مسجد ولا نقول متحف. قرأت عن الأمر أكثر، بحثت عن الأمر أكثر، فوجدت أن الأذان له شعائر يعني خاصة وله اهتمام مختلف أو كبير يعني جدا في تركيا. هل لك أن تشرح لنا عن الأذان أكثر يعني في آيا صوفيا بالتحديد وبشكل عام في المساجد؟ يعني أذان مختلف مقامه. مثلا في الصباح، في الظهر، في العصر. ماذا يقرأ في الصباح أو في الظهر وفي العصر؟ مثلا صباحي هل يقرأ؟ تفضل. هل يقوم بكذا؟ تفضل تفضل. مثلا عفوا في الصباح. أين قبلة؟ الآن قبلة ربما هنا. أنت وجالس. أنت طبعًا. وجالس ما في أي مشكلة. مثلا في الصباح استغفر الله يسر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. هذا أذان؟ ما شاء الله. صباحي. نعم مساء. تفضل تفضل لو سمحت. يعني طيب الله الأنفاس. أعزنزة صالك. يعني أعزنزة صالك باللغة التركية. نعم. سليمة فمك. نعم سليمة فمك. يعني بصراحة لا أريد أن يعني أن يكون أي كلام هناك بعد الأذان الذي تفضلت فيه يعني شيخي الكريم. نريد أن نختم، يعني أردنا أن نختم بهذا الأذان.